الحقيقة في بعض الناس الدكتور عبير ممكن تتكلم عن ان عدم مواكبة الزوجة لفكر وثقافة زوجها ما فيهاش اي مشكلة وما لهاش اي سلبيات، بل بالعكس ده ممكن يكون ايجابياتها اكتر، علشان بقى مش هتوجع دماغه كل شوية تنقر وراسها براسي بتتكلم معايا وبتناقشني في كل حاجة فما فيهاش اي مشكلة. والبعض الاخر لا، شايف في سلبيات كبيرة جدا يا دكتور عبير ان الزوجة ما تكونش على نفس القدر من الثقافة والعلم والفكر اللي موجود عليها جوزها ولو حتى بنسب متقاربة. إيه السلبيات اللي ممكن تنتج عن ذلك ان يكون الزوج في فكر وثقافة معينة وليمت معين والزوجة لا بعيدة تماما عن الزوج في النقطة دي؟ زي ما سبق وقلنا ان احساسها بالدنيا احساس، ومع الوقت الست دي مبقتش مستوايه، يعني 10 سنين كده ويفكر بقى يتجوز طيب زميلته في الشغل، طيب اشوف واحده كده من نفس الستايل بتاعي، ما كانش معاه فلوس، كان من طبقه اجتماعيه بسيطه، بقى من طبقه ماديه واجتماعيه اعلى، فاخد واحده متقاربه ليا، وارد جدا وبيحصل. هو دي ليه أول حاجة بتخطر في بال الناس وأول حاجة حضرتك قلتيها إنه أول ما هيعلى هيفكر في الزواج بأخرى؟ مش كل الناس، بس أنا بيقول دي أقصد مش طبعا السلبيات، طبعا ليس دي مش تعميم، سلبيات ولكن أقصد الناس اللي اللي بتفكر ممكن بالطريقة يحصل دي لزوجي. أول حاجة بتيجي في دماغهم على طول. نعم، ان هي تبقى في ال35 وزي ما تفضلت يعني السؤال السابق تقول يلا حسن الختام، ما انا ما عنديش مهارات، ان تحس ان انا يعني ضيعت عمري كله علشانهم وفي الاخر محدش شكرني. بنسمعها كتير جدا، ما بيقدرنيش، ده انا عملت وعملت عشانه. يعني خلينا من الاول كده والمقبلين على الزواج وزوجاتنا اللي في الاول وزوجاتنا اللي بقالهم فتره، نخلي بالنا من نقطه مهمه جدا، ان انا اعرف سماتي الشخصيه وانميها، اعرف مهاراتي وانميها. مش معنى نماء المهارات ده انها هتطلع بره تشتغل مهندس مباني، مش يعني ان كان ده تعمله، ولكن اعلي مهاراتي بما يخدم الاسره. فيها ايه؟ لما اخد كورسات في اللغه، كورسات في التنميه البشريه، كورسات تربيه الاولاد وربي كله ولادي، اونلاين من السعاده البيت. الزوجيه، مش عارف في ده في ده، تخصصي نفسه. ايه المشكله ان انا ابتدي انمي تخصصي سواء بالخروج او وانا في البيت؟ فمهم جدا. احيانا كتير بتكون زوجه مثلا في كليه طب ولا صيدله ولا ولقيت بقى الزوج اللي هو ما حصلش واللقطه واللي مش هيتعوض، وما تبقاش عامله حسابها ان دي كليه صعبه وان دي كليات عمليه هتحتاج منها انها تكمل حضور، فتقرر انها تتجوز اثناء الجامعه. طبعا ما تكملش. وانا ليا زمايلي كتير كده، يعني احنا معظمنا اتجوزنا واحنا في اولى في تانية كلية، فمعظمهم الحقيقة ما كملوش دراسة، ولما حصل ظروف مستقبلية بعد 20 30 الزوج توفى مثلا، كان في نموذج ان الزوج توفى ومفيش معاش، فطبعا الأسرة عاشت حياة مادية صعبة جدا وحياة اجتماعية أصعب بسبب ان الزوجة وقتها، كان انا لسه يعني تعليم افتكر ان انا كنت بقولح عليها كملي خشي كليه مناسبه، وقدمت لها ورقها بعد الثانويه العامه، قدمته لها في الجامعه ويلا كملي يا ربي تاخدي 4 سنين، يعني 4 مواد في السنه بس، يعني استكملي. ما حصلش، وفرحت جدا بالزواج وبقت سعيده جدا ببيتها ونسيت حياتها التعليميه نهائي. لما الظروف اتغيرت، يعني ما نقولش الزوج اتغير عليها، لا، الظروف اتغيرت، الظروف نفسها وكتير منهم الظروف اتغيرت، لان ده حال دنيا الظروف حال الدنيا في كده، مفيش حاجه المجتمع. ثابته على المجتمع حالها. في مصر يعني زي ما تفضل الاستاذ ظروفه الماديه والاجتماعيه صعبه جدا ومر بمنعطفات كتير، فالمنعطفات دي بتحتاج قدر من المهارات الشخصية اللي بيها أطلع حتى لو معايا حرفة أو مهنة، يعني مش ده بيأثر بالضرورة على تبقى الأولاد يا دكتور متعلمة بس عبير؟ يعني تعرف. هو الزوج يبقى باصص لها النظرة الدنيا اللي حضرتك قلتيها من ضمن أعلى السلبيات، طب ده بيأثر على الأولاد؟ بيبقوا على شايفين الوقت هي إن بابا هتبص حلو لده وماما هنا. مش كويسة، ماما عفوا ماما ما بتفهمش زي بابا قوي كده، وبابا هو اللي ناخده معانا اجتماع أولياء الأمور وبتاع، وماما خليها في البيت؟ أكتر نفخر حد بيه كمان. هيحس بالدنيا هي الزوجة نفسها، او الزوج نفسه لو مهاراته مش عاليه. مش يعني ممكن الطرف الاخر يبقى مخلي باله من كلامه، مخلي باله من تصرفاته، وحريص جدا على نفسيه اللي قدامه، بس اكتر حد هيحس بيها هي الزوج، لان ده الواقع. احنا ما بنقولش حضرتك ان مهاراتها توقفت، دماغ ما فيش عامل مشترك نتكلم فيه، هو الزوج بيقول طب انا اما ارجع هكلمها في ايه، واخد بالك؟ فلازم يكون في لغه حوار بيننا، في اهتمامات مشتركه، احنا الاثنين مهتمين بجانب معين.